حضرتك هتمضي على اقرار انه خارج على مسؤوليتك الكامله، وبمعرفتك انه عنده ميول انتحاريه وانه مازال تحت العلاج. كده هو تحت مسؤوليتك الكامله. ايوه عارف. وحشتيني يا خلف، بجد وحشتيني. هو انت لسه زعلان مني؟ على فكرة انت هتخرج من هنا معايا مع مراتك. خلف انا هفضل جنبك لحد ما تخف وترجع زي الاول. هو انت مش قعدت جنبي لحد ما خفيت؟ انا كمان اقعد جنبك لحد ما تخف. خلف انا بحبك، انا هفضل جنبك لحد ما تخف. انا وانت هنعيش لوحدنا بعيد عن كل الناس. خلاص ما بقتش عايزه في الدنيا غيرك. انت عارف يا خلف، انا اول مره في حياتي احس ان انا بحب بالشكل ده. طب اقول لك على خبر يخليك تطير من الفرحه. انسيني يا بنت الناس. خلف يا خلف استنى، كملي طريقك لحالك. خلف يا خلف كملي طريقك لحالك. ياسمين ياسمين ما تخافيش، هو اللي مرضيش يجي معايا هرب في 60 داهية تاخده. مين ده اللي انت مجننة نفسك عليه؟ أرجوك يا ماما يا رب اتخلصت منه بحق جه حبيبك النبي محمد يوسف عمره وارتاح من السرية دي. طيب يا ماما كتر ألف خيرك. مالك ياسمين؟ في ايه يا بنتي؟ عماله تهري وتنكتشي في نفسك كده ليه؟ مفيش. سيبيني يا ماما، انتي ما تعرفيش حاجه. ما اعرفش حاجه؟ ايه اللي ما اعرفوش يا بنتي؟ لا يا ماما ما تشغليش بالك، انسي الحكايه دي. يا رب يا بنتي نكون خلصنا من الموضوع ده يا رب. ستبقى يا دليل النور فينا، مدى الأزمان مرضيا رضيا ستبقى يا دليل النور فينا. سيبيني لو سمحتي يا ماما. لا طبعا مش هسيب، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان. عشان حبيت خلف؟ هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد وفرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي.
ولو كان بإيدي اختار بينه وبين أي حد تاني غني كنت هختاره هو. للدرجاتي؟ وأكتر من درجاتي. أنا كل اللي بتمناه إن أشيل عنه هم وخفف عنه هم زي ما بيخفف عن ناس همومة. يا بنتي انتي مش قلتيله انك روحتيله ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ حامل ازاي؟ ومن امتى؟ الحمل ده لازم ينزل فورا. مش هيحصل ابدا، ده هو ده اللي هيرجع لي خلف. يا دي المصيبة السودة، يا دي الكارثة، يقطع خلف وسنين خلف. هتروحي تقولي لابنك في يوم من الايام ايه لما يسأل على ابوه؟ مكذوب جاي يطلع الجن ام جنني زيادة؟ ولا هتقولي له دور على ابوك في الموالد؟ كل اللي بتقوليه ده مش هيغير حاجة. خلف هيرجع وهيشتغل مهندس زي زمان، وابنه هو اللي هيرجعه. وفرجي ما رجعش وفضل هايم على وشه، ساعتها هتعملي ايه؟ هدور عليه في الدنيا كلها عشان يرجع ونربي ابننا. لا البنت دي هتجننك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هترجع يا خلف مش كده؟ هات يا اخوي. يا عم كوباية الحاج ابراهيم. ايه ده؟ انا قلت لها سكر بره يا صباح. يا شيماء، هو قالك السكر بره؟ لا ما قاليش. خلاص اعملي واحد غيره وحطي السكر بره. ماشي. كده ليه؟ ما تقوم تلقط رزقك زي بقيه الناس، ولا مستني حد يحط لك الماما في بقك؟ هات لي كوبايه شاي يا صباح. الله، كوبايه شاي. يعني طلعت تعرف تتكلم زي بقيه المخاليق اهو، ولا انا اللي فاكراها هربانه منك؟ وهجيب منين يا اخويا حق كوبايه الشاي وانت اجيلك شهر قاعد متبط هنا؟ ولا تكونش ست حته بخمسين ورقد عليها كل المده دي؟ مر منك. طب يا اخويا طالما معاك الفلوس دي ما تقوم تجيب لروحك كده رغيف سمين تبر روحك بيه بدل كوبايه الشاي اللي توجع البطن. كوبايه شاي لشوقك.